انا ما غلطناك. انا ما غلطت. على برا. على حطها برا. على برا. انا ما غلطت. على برا. على حطها برا. على برا. ما غلطت معك. انا ما غلطت. على برا. ما خلينا. انا ما غلطت. على برا. يا اخي حطها. انا بدي ادفع لها حاسم كاس. مرحبا. بدي وصي مشان عيد راس السنه. بدي وصي. في حدا هون احكي معه؟ مين؟ الشاب اللي على برات. ايه هو بوصي له وبرجع بجيب حاسب هون. يعطيك العافيه. تعال تفضل. كيف صحتك؟ الحمد لله. معلم بس شو السؤال؟ عندك شيء ما عندك منه؟ والله. نعم؟ لا والله. لا ما عندي شيء ما عندي منه. انت بدك منه؟ نعم؟ انت بدك منه؟ انا بدي اياه لنهار الاحد لليله عيد راس السنه. بدي لك يعني انت والاحد تبعك؟ بس انا مش غلط معك. بس انا مش غلط. شو بدك احكي؟ لا اعرف شو بدك ليصير لك امرك. بس انا ما غلط معك، قلت لك عندك شيء ما عندك منه؟ شو شيء ما عندك منه؟ نعم؟ شو عم بتقول لي شيء ما عندك منه؟ انت بدك منه؟ عزيز. كل شيء انواع سمك موجود؟ موجود. ايه شو بدك؟ انا بدي عندي شبت قاعد يا خيي، عندي شغل. عندي خيي عيد راس السنه. بدي اوصيك، جيت لوصيك اليوم. ايه على راسك. بدي شيء 7 كيلو سمك. ايه 7 كيلو سمك. أوكي. بدي اخذهم مشكلين خيي، في مشكله عندك قصدي يعني؟ لا ما عندي مشكله. ليه معصب؟ انا ما غلط معك. نعم؟ شو هن اللي بدك اياهم؟ يلا خلصني بقى عندي شغل. في هيدي اللي بيحشوا فيها بيحشوها. بيحشوها شو بيحشوها؟ خلصني. طب قصدي بس سؤال دمازل، قصدي ما في حدا احكي معه، ليه معصب علي؟ انا ما غلط معه. هي انا عندي شغل. بدي هي السمكه اللي بيحشوها. بدي السمكه. سمكة بيحشوها. مثل شو سمكة بيحشوها خيي؟ كل السمك بيحشوها. بحطوا لها ثوم وكزبرة. قول شو بحطوا لها كمان؟ ثوم وكزبرة وبصل. ايه. هيدي موجودة عندك؟ ايه موجودة. طيب اعطيني منها مثلا 2 كيلو. اوكي. ماشي؟ ماشي. وشكل لي البقايا. ايه مثل شو بس بدي اياهم شوي، ما بدي اياهم مقليين. ايه تكرم، أي ساعة وأي نار وأي أنت بدك اياهم. بس معلمي بس سؤال، قصدي أنت عصبي ليه؟ عندي شغل انا، شو بدك احكي يلا؟ بدي هو 7 كيلو. كيلك شو بدك احكي؟ خلصني منك. استمر. الله معك. معلمة انا ما غلط معك، انا جاي اخذ سمك خيي، عندي مشان عيد راس السنة، عندي عزيمة، انا اللي عم بطلبه منك، قل لي هيدي هالقد وهي هالقد وهي هالقد. وانا ما بدي شيء منك. هذا كل السمك موجود. عراسي. بدك قول لي. عراسي. وريحني منك. عراسي، انا اللي بدي اياه منك، بدي اخذ السمكات الكبار، بس انا ما بدي الوجه، يعني وجه للسمكه شل لي اياه. هو الحسك اللي بيجوا، الحسك اللي بقلبها، نظف لي اياهم. اللي سلسله الظهر شيلها. والله. بدك تبيعني عضم 7 كيلو. انا بدي سمك عندي بلا حسك. نعم. شو رايك سحب لك اياه واعطيك اياه؟ انا بدي سمك بلا حسك. انا بدي سمك بلا حسك. وين في سمك بلا حسك؟ ايه شوفك زحتيني بحسكيتهم. شو انا عم جيبهم بلا حسك؟ شو رايك؟ يا خي ما هو بيشيل لك اياهم. تعول الجمله. ايه بدك تبيعني العظمات معهم؟ بدك تعطيني العظمات معهم؟ بدي بيعك اياهم. نعم؟ ايه مثل ما نجيهم بدي بيعك اياهم. بخذهم بعظمهم. بعظمهم. سمك بعظمهم. شو؟ واسنانها قد ايه بيطلعوا اسنانها للسمكه؟ شو بتعملني الدكتور اللي عم بيعلك اسنانها حبيبي؟ بس عم تغلط معي ها؟ انا عم بغلط معك. بدي 7 كيلو. بكون بدك 10 كيلو. يا خي نظف لي اياهم وخذ اجارك. ما بدي اجاري، مبرطني حبيبي، شو بدك؟ ما عم برطلك، بدي عم برطني، شيل لك اسنان، شيل لك الحسد، وشيل لك الدنف، واعمل لك اياهم فيلي، فيك بدي احكي معه غيرك يا خيي. في حدك مين ما بدك احكي معه؟ اللي عم تحكي معي هيك لكان. شو بدي شيل لك الدنف وشيل لك اسنان وشيل لك الحسد واعمل لك وسوي لك؟ شو رايك يا خيي؟ رغم بدك تبيعني يوم حسكيتهم بعظماتهم. طبعا. وبركي انا فت الحسكي بتم. شو رايك رحت عميك اياهم؟ ايه شو رايك انا رحت؟ بس ما غلطت معك انا يا معلم، اللي حقهم هالقد بحاسب بحقهم وخلصت الخبريه. بكره جاي اعياد، خلصني بقى منك، شو بدك احكي؟ بدي 7 كيلو. ما تخليني بلش اغلط معك بالحكي. بس ما بدي سلسله الدار. لا بدك تاخذ السلسله، بدك تاخذ العظمه والحسكه وكل شيء، شو بدك هلا؟ يلا احكي يلا. يلا حبيبي بسرعه. لك شو لك عم تتنمرد علي؟ ما عادش بدي اشتري.
ما بدي اشتري. عيب تحكي معك، بغلط معك انا. الله معك. بحسكيته بدك تبيعني اياهم. بدك تبيعك يا بلا حسك. بس عيب انا بغلط معك. بتشتغل على سناك تحب لك السمك. بغلط معك انا يا خيم ويسلموا. معلمي بس انت اللي عم تحكي معي. انا ما غلط معك. انا ما غلط. شو القصة شباب؟ ليه معصب هاد؟ ليه معصب؟ شوف واضحك معنا تحكي من القلب وهتزعل منا لولا كنت الضرر. شوف واضحك معنا تحكي من القلب وهتزعل منا لولا كنت الضرر. كنت معنا بالرابس كاميرا خفية ونحن متفقين. وين المعلم طولك؟ والله انت بالرابس كاميرا خفية نحن مش عم نعمل معنا. لك اتبعنا واحضرنا واسمعنا ولك اوعك تزعل منا اوعك لولا كنت الضرر. اوعك تزعل منا اوعك لولا اكلت الضر. اوعك تزعل منا.